من المناسبات العظيمة في تاريخ مصر الحديث انتصار مصر قوات مسلحة وشعب على التحديات اللي كانت بتواجهها في حربها مع إسرائيل باستعادة كرامة الشعب المصري والعربي وتحرير أرضها في سيناء. وهذه الذكرى بتذكرنا بتكاتف شعب مصر مع جيشه وبتذكرنا بمنظومة إعداد والأخذ بالمنهج العلمي للإعداد والتحضير للدولة كلها للحرب بإعداد القوات المسلحة وإعداد مسرح الحرب وإعداد الشعب وإعداد السياسي والإعداد الاقتصادي وإعداد أجهزة الدولة.